بالنسبه لي انا البرامج المغربيه لا دوزام لا اذا انا ما تتفرج فيهم ما تستافد حتى شي حاجه وما عنديش ما تقدموش شي حوايج اللي غيخليك تنتبه لهم ولا تتردد تشوف ديك الاذاعات. شي وحدين كيعجبوني بزاف وشي وحدين غير شويه نورمالمون مزيانين مش زواونين تبارك الله عجبونا كلشي زواون كلشي زواونين ما عندها حتى شي ابتدال عفوا تبادل المهم كمل العمل اخر كمل العمل هذا ما كنتفرجش بعد انا ما كنتفرج على شي حاجه لكن ايجابيه لي انا كنضحك عليها شي حاجه وصافي. برامج مزيانه متنوعه وفيها كل البرامج اللي فيها ايجابيه بعض البرامج اللي فيها الايجابيات وبعض البرامج اللي فيها السلبيات. كاين برامج اللي ممكن تفرج بها انت والعائله ووليداتك وتستنتج منها افكار ايجابيه وكاين برامج اللي هي في الحقيقه ما عندها حتى شي علاقه ب ب سميتها باش تفرج منها ولا هذه. بالنسبه للعام اللي فات هذا العام ما تفرجتش بالنسبه للعام اللي فات ماشي شي حاجه نيت ولكن كاين برامج اللي شويه فيهم الترفيه. دونك حنا لا بلوبار انا جو فوا لي les programmes égyptiens ou la européen des fois de temps en temps mais surtout égyptiens. بعض المرات ممكن كيكونوا شي مشاهد كيكونوا مسليين ولكن بعض المرات كيكونوا واخا كيكون بالنسبه لهم تسليه ولكن بالنسبه لي كتكون عاديه.